بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في الفيديو ده، هكلمكم عن الستاتيك هيد الخاص بالسبميرسبل ووتر بامب اللي احنا بنستخدمها في أنظمة الطاقة الشمسية. طبعا ده مجرد جراف، احنا بنشوف السولار موديولز، بيبقى موجود معايا الانفرتر بتاعي، تمام، بيدخل التغذية على السبميرسبل بامب. هنا في عندي السبميرسبل بامب او الموتور، هو طبعا هيبقى بيبقى السبميرسبل بامب اللي بيتحكم فيها طبعا الموتور تحت، فهي بتبقى كل احنا بنسميها السبميرسبل بامب، وده البير اللي احنا حافرينه مدخلين جواه السبميرسبل بامب. طيب انا دلوقتي بعمل ايه؟ النظام ده بيتكون من مجموعة من الالواح والانفرتر الخاص بالسبميرسبل بامب، وبعد كده بحدد البايب، تمام، اللي هتروح ترمي المية او نخزن المية في الستورج تانك. يبقى انا في عندي بايب وفي عندي ستورج تانك. طيب لما باجي ادخل على البرنامج وادخل البارامترز، يبقى لازم نبقى عارفين يعني ايه ستاتيك هيد. خليك معايا بشويش، واحدة واحدة كده نفهم الموضوع ده. طبعا على اخر المضخة هنا، تمام، بيركب البايب. الناس بتحسب من المفروض من اخر المضخة، من اول الماسورة هنا، دخلت الماسوره مع المضخه، تمام، لحد اعلى نقطه رايحه لمين؟ رايحه للتانك. فده كله يا شباب احنا بنسميه الاستاتيك هيد. الاستاتيك هيد، طيب الاستاتيك هيد ده بيشمل ايه؟ بيشمل الدرو داون ليفل. ايه الدرو داون ليفل ده؟ من اول ما انت نزلت المضخه في البير في الميه، في جزء من الماسوره ده مغمور في الميه، اللي هو الجزء ده اللي هو احنا بنسميه درو داون ليفل. ركز معايا، درو داون ليفل، يبقى هو الماسوره، جزء الماسوره او الهيد بتاع الماسوره اللي مغمور في الميه. طيب من اول وش الميه، من اول وش الميه هنا في البير لحد مستوى سطح الارض اللي هو احنا بنسميه الجراوند او السيرفيس ليفل، ادي السيرفيس ليفل بتاعي، تمام، ده مستوى الارض او السيرفيس ليفل. في حته كده بتبقى فاضيه ما فيهاش ميه، دي بنسميها static water level. يبقى الحتة اللي فاضية اللي فوق دي بنسميها static water، static water level. وفي عندي الجزء اللي تحت بنسميه draw down level. يبقى انا عندي وصلت بالماسورة، ادي جزئية section وادي السكشن التاني. بعد كده باخد كل ده سواء كان منحني او غيره، بروح بيه باخد الارتفاع من اول سطح الارض، اهو من اول سطح الارض، شايف السهم، من اول سطح الارض من الجراوند او اللي احنا بنسميه السيرفيس ليفل، لحد ما اوصل لاعلى نقطة في الخزان اللي انا بركب الانلت بتاع الماسورة بتاعتي. يبقى الهايت اوف ووتر ديستنيشن، يبقى انا هنا بدخل الماسورة على اعلى حاجة في الخزان، يبقى ده بسميه ليفت فروم سيرفيس ليفل، المسافة، تمام، من السيرفيس ليفل دي كلها انا بسميها الليفت فروم سيرفيس ليفل. يبقى المسافه دي ادي واحد، ادي اول مسافه ليفت فروم سيرفيس ليفل اللي هي المسافه من وش الارض لحد اعلى نقطه في الخزان. رقم اتنين، المسافه اللي جوه البير وفاضيه ما فيهاش ميه، سميناها ستاتيك ووتر ليفل. بعد كده الجزء اللي موجود مغمور بالميه، وفي جزء الماسوره ده بنسميه درو داون ليفل. المفروض انا بجمع التلاتة سيكشن دول، ده اللي احنا بنسميه الستاتيك هيد في حالة السبميرسابل بامب. طبعا في ناس هتروح تقول انا عايز الرسمة دي اعمل لها اسقاط داخل برنامج البي في سيست. طبعا البي في سيست ده البرنامج اللي احنا بنستخدمه في عمليات الديزاين للسولار ووتر بامبينج. انا بستخدم بي في سيست 7.2. الصورة دي أنا جايبها من البرنامج نفسه، من الهلب. عايز تتعلم أي برنامج يا باشمهندس؟ أي حد مش مهندس عايز يدخل على البرنامج ويفهم الدنيا شغالة إزاي، ادخل على الهلب. يبقى أنت لو عايز تتعلم أي برنامج صح، مش كل واحد هيقول لك معلومة دي صح دي غلط، خد البيزكس الشرح من الكتب، بس لما تيجي تدخل على برنامج اتعلمه من الهلب. خد دي نصيحة من أخوك الصغير. يبقى انت هتتعلم من مين؟ من الهلب، وهنشوف الكلام دلوقتي بتاعنا. يبقى انا عايز اشوف الاستاتيك هيد الخاص بالسبميرسابل بامب، يبقى اركز. لو انا تخيلت ان انا عندي هنا ادي البامب، في ناس يقول لك انا باخد من وش البامب، في ناس بتسيب جزئيه بعد كده من الماسوره وتاخد، ده بيسموه البامب انلت ليفل. الجزئيه دي اللي هي الربط بين الماسوره وبين البامب، مفيش مشاكل، تمام، مفيش مشاكل.
احنا قلنا احنا هناخد من فين؟ لا يرجع للسلايد، هناخد من وش الماسوره لحد اعلى نقطه. هتقول لي طب هو يا باشمهندس هنا جاي قايل لك لا دي مسميها الهايت ماكسيموم ومديني مصطلحات تانية نفس المصطلحات، ادي الووتر ليفل وين بامبنج، لان لما هيعمل عملية البامبنج بيبقى شكل المية بيتاخد ككيرف كده، لما انا بعمل ضخ للمية المية ما بتطلعش متساوية، فالناس بتاخد الجزئية دي اللي هي بيسميها ستاتيك ووتر ليفل. ستاتيك ووتر ليفل احنا هنا مفترضين في الجراف ده ان الستاتيك ووتر ليفل هيبقى شكل البامبنج كده اهو، ستاتيك ووتر ليفل، عشان محدش يقول لك لا ده غير ده، ده هو هو ده، يبقى في عندي ستاتيك ووتر ليفل اهو نفس الكلام يا شباب، ستاتيك ووتر، ستاتيك ووتر ليفل الجزء ده، ده لسه انا تحت في الميه، وبعد كده مديني الاتش دي ومديني الاتش اس، هنشوف دلوقتي من داخل البرنامج الاتش دي زائد الاتش اس زائد الجزئيه بتاعت البامب انلت دي هتديني اتش ايه؟ اتش ماكسيمم. ده وصل كده لحد مين؟ وصل لحد الجراوند ليفل او مستوى سطح الارض، هنضيف عليها الاتش جي، يبقى المفروض الاستاتيك هيد لحد اخر نقطه هتدخل على مين؟ على الماسوره. يبقى انت مشكلتك في الاتش جي دي، هتقول لي في ناس واخده هل هو ده الاستاتيك هيد ولا الاستاتيك هيد هنضيف عليه الاتش جي؟ هنضيف الاتش ماكسيمم مع الاتش جي حسب الاستورج تانك اللي انت هتخزن فيه. طيب خلاص شفنا الرسمتين دول كويس ممتاز، تعالى يا باشمهندس نروح نشوف داخل برنامج البي في سيست. انا دخلت على البي في سيست، ضغطت على اف 1، جبت الهلب، رحت على السيرش، كتبت ستاتيك هيد، طلع لي حاجات كتير خاصه بالستاتيك هيد. تعالى نبدا نشوف هو هنا بيستخدم ديب ويل سيستم، تمام؟ البير بتاعي ادي الرسمه اللي كنت بشرح عليها والاتش جي والاتش مش عارف ماكسيمم والكلام ده. تعالى واحده واحده نشوف هو عايز يقول ايه. خلي بالك هنا الاتش تي، الاتش تي او الاتش توتال عباره عن الجزئيه بتاعت الاتش جي اللي احنا قلنا من مستوى سطح، احفظ معايا الاتش جي الهيد ديو تو الهايت اوف الاوتلت بايب اباف الجراوند، يعني من فوق الارض لحد دخلة التانك في البرنامج مسميها اتش جي، تمام؟ اتش اي ثينك ان هي اتش هايت وجراوند اباف الجراوند، تمام؟ فهو بيقول لي اسيومنج ذات الاوتلت بريشر از نيجليجابل، ان هو ايه مهمل، فانا هاخد الاتش جي دي اللي هي الارتفاع، الارتفاع بتاع الضغط من اول سطح الارض لحد دخله البايب اللي هتغذي التانك. شايف ادي الماسوره اخرها اهي وبتنزل ميه في الاستورج تانك، يبقى دي مين؟ الاتش جي. طيب ضايف عليها مين؟ ضايف عليها الاتش اس. مين الاتش اس؟ اهو الاستاتيك هيد ديو تو الدبس. خلي بالك الاستاتيك هيد ديو تو الدبس، مش الاستاتيك هيد الكليه، لا ده الاستاتيك هيد ديو تو الدبس، من مستوى سطح الارض لحد الاستاتيك ووتر ليفل مستوى سطح الميه، يعني الحته دي فاضيه اهي الماسوره وموجوده في حته فاضيه ما فيهاش ميه. طيب ممتاز، هضيف عليها الاتش دي اللي هي الدايناميك درو داون اللي احنا شفناها في الرسمه، بنسميها دايناميك درو داون هيد، اتش دي الهايت الخاص بالدايناميك درو داون. باشا من فين؟ من الاستاتيك ووتر ليفل لحد الووتر ليفل وين بامبنج، تمام؟ يبقى ده سماها الاتش دي، تمام؟ سماها الاتش دي اللي هي الدايناميك درو داون، دايناميك درو داون زائد الاتش مين؟ الاتش اف بتاعتي، المفروض الاتش اف اللي هي الجزئيه دي، الاتش اف اللي هي خاصه بالفريكشن لوس، الاتش اف اللي هي خاصه بالفريكشن لوس ان البايبنج سيركت، تمام؟ دي بتعتمد على الفلو ريت، يبقى الاتش اف خاصه بالفريكشن الاحتكاك، يبقى الاتش اف بضيف بلس الهيد اللي هينتج نتيجه الاحتكاك، يبقى انا الاستاتيك هيد هجمع اتش جي زائد اتش اس زائد اتش دي زائد الاتش فريكشن، يبقى ده بيديني تمام اللي احنا بنسميه الاتش تي او الاتش توتال اللي هو الاستاتيك هيد او بنسميه البريشر اور الهيد الرئيسي اللي بيأثر في اختيار البامب. ده احنا جبناه من داخل، من داخل مين؟
برنامج البي في سيست. يبقى انا بدخل على البي في سيست، بدوس على اف 1 عشان اجيب الهلب. هدخل هنا في الكونتكست الاندكس السيرش، بدخل في السيرش اكتب اي حاجه انا عايزها بيطلع لي. يعني انا عايز دلوقتي هشوف البريشرايزيشن سيستم، هيديني البريشرايزيشن سيستم بالهيد بتاعه. عايز اشوف الليك او الريفر تو ستورج، تمام. عايز اخد من بحر كده او من نهر او من بحيره واخزن في ستورج، تمام. هيديني الهيد بيتحسب ازاي وبتعامل معاه ازاي، البور هول، تمام. موديلنج، الموديلنج بيتم ازاي. يبقى انا اول ما كتبت الاستاتيك هيد، هو بيجيب لي من خلال الهيلب اقدر اعرف واشوف المعادلات ماشيه ازاي. مشكلتي اللي بقول عليها دايما، الناس بتاخد اللي جوه البرنامج ده مسلمات. احنا لازم نرجع، تمام، للمعادلات بتاعتنا اللي هي المانوال كالكوليشن، ازاي نحسب الحاجه دي، نبقى فاهمين يعني ايه ستاتيك هيد، نبقى فاهمين الجزئيه الخاصه بيه، ان في جزء من الماسوره، تمام، جزء من الماسوره مغمور في الميه فوق المضخه، ده ليه اسم، جزء من الماسوره في البير بس فاضي، ده ليه جزء، ليه مسمى، في جزء من المواسير طالع فوق مستوى سطح الارض رايح للتانك، ده ليه مسمى. انا عايزك كمهندس تبقى فاهم المصطلحات وتدخل على البرنامج. ممكن يكون غلط في البرنامج، انت مش عارف الرن بيتم ازاي، فانت لو فهمت المعادلات وفهمت الرسومات هتقدر تبقى فاهم البرنامج لما بعمل له سيميوليشن، تمام، ازاي بيطلع الريزلت اللي احنا بنشوفها وبنطبعها في الريبورت الخاص بالبي في سيست في الاخر. اتمنى ان انا اكون فدت الناس في معرفه الاستاتيك هيد فور السبميرسبل بامب، تمام. لو في اي مقترحات اي اسئله تواصل معايا مباشره على رقم الواتساب، وان شاء الله ارد عليك في اي معلومه، تمام، ونستفيد من حضراتكم في اي معلومات نقدر نتبادلها مع بعض. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.